الحقيقه كمان النهارده الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه واسره برنامج الكابيتانو توجهت بالشكر الجزيل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لانه دعم كبير جدا ومتواصل للبرنامج وللمواهب الشابه اللي جت من كل محافظات جمهوريه مصر العربيه النهارده كان الختام بحضور السيد الرئيس للمباراه النهائيه وحقق حلم يعني الشباب كلهم وكل اهاليهم شركه اهدت هذا النجاح لست الرئيس لدعمه الدائم للمواهب والشباب في كل المجالات وكل موسم وانتم بخير طيب